أعيد بناء القوات المسلحة ورفع المصريون شعارهم الخالد، ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة. وما لبثت البحرية المصرية أن كبدت العدو خسارته الفادحة بتدميرها للمدمرة إيلات يوم 21 من أكتوبر عام 1967، وبدأت مرحلة الردع والمواجهة بين عامي 68 و69، والتي شهدت أعنف قصفات المدفعية المصرية على امتداد الجبهة وفي العمق، ومع اختراق مصري ممنهج لعدد من أهم قلاع العدو في الشرق، حيث تكبدت قوات العدو أعظم الخسائر في الأرواح والمعدات. حملت تلك الإغارات بشائر النصر، ومضت مصر قدما على طريق الحسم في حرب استنزاف طويلة زيدت ضراوة بعشرات الاختراقات والهجمات المصرية على امتداد الجبهة الإسرائيلية آنذاك، إلى أن توجت تلك الملاحم بشل ذراع العدو بعد بناء حائط الصواريخ، حيث تجلت روائع أعمال قوات الدفاع الجوي المصري في ملاحم إسقاط طائرات العدو بدءا من يوم 30 يونيو سنة 70، فيما عرف بأسبوع تساقط الفانتوم. أرض الفيروز لمدة 6 سنوات. انتصار 6 أكتوبر لم يكن محض صدفة، ولكنه تحقق نتيجة تخطيط حكيم من القيادة السياسية والعسكرية التي وضعت خططا للخداع الاستراتيجي عن طريق إخفاء أي علامات للاستعداد للحرب واستمرار وضع لا حرب ولا سلم بهدف تعويض التقدم التكنولوجي والتسليحي الإسرائيلي على الجبهة. لم تتوقف القوات المسلحة عن تحضيراتها حتى ليلة العبور يوم 5 أكتوبر عام 1973، عندما انطلق 31 مقاتلا من القوات البحرية ومجموعة من القوات الخاصة غوصا في مياه قناة السويس نحو الضفة الشرقية، حاملين معداتهم نحو منابع النابالم الإسرائيلية لسد فتحات المواسير وقطع الإمداد قبل عبور القوات بساعات. وبدأت مصر الحرب في 2 ظهر 6 أكتوبر بضربة جوية تشكلت من 222 طائرة مقاتلة عبرت قناة السويس وخط الكشف الراداري للجيش الإسرائيلي مجتمعة في وقت واحد. وبعدها ب5 دقائق قامت أكثر من 2000 قطعة مدفعية وهاون ولواء صواريخ تكتيكية أرض بقصف مركز استمر لمدة 53 دقيقة، صناعة عملية تمهيد نيراني من أقوى عمليات التمهيد النيراني في التاريخ. وبدأت بعدها عمليات عبور مجموعات اقتناس الدبابات لقناة السويس بهدف تدمير دبابات العدو ومنعها من التدخل في عمليات عبور القوات الرئيسية. وفي 2:22 أتمت المدفعية القصفة الأولى لمدة 15 دقيقة، وفي توقيت القصفة الثانية بدأت موجات العبور الأولى من المشاة في القوارب الخشبية والمطاطية. ومع تدفق موجات العبور بفاصل 15 دقيقة لكل موجة، وحتى 4:30 مساء تم عبور 8 موجات من المشاة، وأصبح لدى قواتنا المسلحة على الشاطئ الشرقي للقناة 5 رؤوس كباري. ومع عبور موجات المشاة كانت قوات سلاح المهندسين تقوم بفتح ثغرات في الساتر الترابي لخط برلين، وتم اختراق الساتر الترابي في 81 موقعا مختلفا مع إزالة 3 ملايين متر مكعب من التراب باستخدام مضخات المياه، والتي استمرت إسرائيل طويلا في الترويج لهذا الخط أنه أقوى خط دفاعي في التاريخ الحديث، ولكنه لم يصمد طويلا أمام قواتنا المسلحة. ونجحت مصر في تحقيق النصر، حيث تم اختراق خط برلين خلال 6 ساعات فقط من بداية المعركة، وأوقعت قواتنا المسلحة خسائر كبيرة في القوة الجوية الإسرائيلية، ومنعت القوات الإسرائيلية من استخدام أنابيب النابالم،
وأجبرت إسرائيل على التخلي عن العديد من أهدافها في مصر، كما تم استرداد قناة السويس وجزء من سيناء. كان عدد جنود القوات المسلحة الذين شاركوا في عملية العبور نحو 80,000 جندي، بينما كان عدد الدبابات التي شاركت في عملية العبور نحو 1,000 دبابة. أما عن عدد الدبابات الإسرائيلية التي تم تدميرها خلال يوم العبور كان نحو 300 دبابة. وتمكنت القوات المسلحة من السيطرة على نحو 10 كيلومترات مربعة من الأراضي الإسرائيلية خلال يوم العبور، كما تمكنت من تدمير 20 بطارية صواريخ للدفاع الجوي الإسرائيلي خلال يوم العبور. إذن نجحت الاستراتيجية العسكرية المصرية في إهدار نظرية الأمن الإسرائيلي في معظم نقاطها، فلم تستطع العوائق الطبيعية القوية بين القوتين من منع أبناء مصر من كتابة انتصار السادس من أكتوبر عام 1973.